ستيك مشوي بصلصة الفلفل الأسود مع الخضار والزبدة بالأعشاب. بدنا 4 قطع ستيك، بس أنا اليوم طبعا مكثرهم مشان الشباب. ربع كوب من الزبدة، 3 ملاعق كبيرة من الفلفل الأسود المجروش، بدنا ثوم مفروم، بدنا خردل، بدنا كريمة، وبدنا ملح وفلفل، وبدنا شوية خضار للتقديم حتى نزين سفرتنا ويكون أكلنا صحي 100%. بدنا كمان شوية من الأعشاب، وبدنا ملح، وبدنا فلفل. أوكي، أنا عندي هون طبعا قطع من الستيك. دائما اللحم المحمول هو الأطرى لحم، وفي تندرلوين أو اللحم الخاصرة هو أطرى لحم، بيجي في ظهر طبعا العجل، ولكن هو أغلى اللحم. فممكن نستعمل قطع أخرى زي الريب آي، التيبون، السيراليون ستيك، أو حتى الروست بيف اللي بتكون في قطعة منها بتكون طرية. انت روح عند اللحام واللحام رايح يفيدكم بالستيك. مش ضروري تكون اللحمة طرية جدا لما نقطعها بالشوكة، حلو تكون شوي فيها يعني تكون فيها شوية صعوبة بالأكل، ولكن فيها طعم. أهم شيء تكون اللحم فيها طعم، ما يكونش طري كثير. أوكي، هسا الفلي أو تندرلوين كثير طري، لكنه مش أطيب قطعة في اللحم. راح أجيب زيت شعبان وأبدأ بإضافة قليل من الزيت هون بالطنجرة، وقليل من الزيت هون. دائما نستنى هون، الستيك بده نار قوية، ممنوع تنزل منها مي كثير وترهي مي، مفروض أعملها على السريع شك. فهون بدي أستنى حتى عندي تحمى المقالي اللي عندي، وبعديها إن شاء الله راح أبدأ في شوي اللحمة. بعد ما أشويها راح أطلعها وأعمل طنجرة فيها خضار سوتيه، والطنجرة الثانية راح أعمل فيها الصوص. طبعا هذا الصوص هو صوص فرنسي، راح أعملكم إياه على أصوله، ولكن طبعا هو فيه كريمة. في حال ما حبيته الكريمة ممكن نضيف بس مرق دجاج ونزود شوية طحين. راح أحكي لكم كيف تسووه من دون كريمة، ولكن أنا عملت لكم إياه حسب أصوله. نضيف الستيك، ما تقلبوه على السريع، أعطوه مجال حتى يأخذ لون. أوكي أوكي، أنا راح أضيف شوية من الفلفل الأسود عليها، هي عم تنشوى، وراح أضيف عليها كمان شوية من الملح. إذا بتلاحظوا بعدني ما قلبتها، أوكي. وراح أضيف حتى أعمل لها عملية تطيب كمان، راح أضيف لها شوية من الروزماري أو الحصلبان. والآن في هاي المرحلة راح أضيف لها شوية زبدة حتى تعطيني نكهة طيبة. شوفوا كيف طلعوا بالنص. راح أشيل الآن الروزماري، كفيه، أخذت نكهته اللي بدي إياها خلص. شايفين كيف طلعوا؟ شوفوا كيف ستيك ولا أروع. إذا بتلاحظوا الآن بدي أحضر أنا للصوص. أول شيء بدي فلفل أسود مجروش، بنجاب الفلفل الحب الأسود وبنحط في كيس، وباستعمال ملعقة خشبية بدقه شوي، بصير عندي كراشت بلاك بيبر بهالشكل. خلينا نشوفه مع سوا. هاي شوف كيف مش ناعم، لأنه كل ما كان ناعم كثير كل ما كانت الأكلة حارة كثير. فأنا بدي نكهة فلفل، فبدي إياه يكون فلفل مجروش. وعندي بصل، أكيد كمان عندي زبدة، ورايح بعد شوي أجيب وأعمل الصوص. هون عندي زي ما انتم شايفين رايح أرفع الستيك اللي بلش عندي ينضج ويستوي. زي ما حكيت لكم لما ينزل منه إشي أحمر، هاي العصارة وليست الدم، هو دم خلص ما فيه، هي عصارة فيه. الآن عندي أنا شوفوا المطيبات اللي جوا المقلاة مليانة مطيبات، شو راح أسوي؟ راح أضيف البصل، راح أضيف كمية الزبدة، وأبدأ في عملية طبخ كله مع بعضه زي ما انتم شايفين. الآن راح أضيف الخردل، يستحسن يكون الديجون، نضيفه، شايفين؟ أوكي،
بدأت عندي الروائح تطلع. راح أضيف الآن مباشرة الثوم. هذا الصوص طبعا بعملكم إياه من المطبخ الفرنسي الأصيل 100%. الآن راح أضيف الكريم أو الفريش كريم على هالصوص. عفوا أنا نسيت أهم شيء فيه اللي هو الفلفل الأسود. رايح أضيف الكريم وأبدأ أطبخه مع بعضه حتى يصير في عندي صوص كثيف. هاي اللحمة كمان شوي بتكون جاهزة. هذا من الصوص ولا أطيب منه. ممكن نضيف ملح أو مكعب من مرق الدجاج، بس أنا راح أضيف شوية من الملح. حضركو بس يغلي عندي بتكون إن شاء الله أموره أكثر من ممتازة. هاي قطعة الستيك الأخيرة تقريبا كمان استوت، خليها هون. الآن طنجرة فيها أطايب، فيها إشي طيب، شو راح أسوي؟ راح أجيب هالزبدة وأضيف عليها وأضيف شوية من الروزماري، شوية من الزعتر، وراح أخذ الخضار المسلوقة والجاهزة وين أضيفها؟ على هالأطايب، لأنه كلها خلاصة الطعم كله موجود وين؟ موجود عندي جوا الطنجرة. ما بدي أبالغ في عملية الطبخ، بس شوية صغيرة. أكيد راح أضيف عليها الآن الفلفل الأسود وأكيد شوية ملح، وهيك صار عندي صوصين شغالين على النار، في صوص البيبر وعندي الخضار اللي أنا عم بعملها بشوفوا كيف. هي عندي الستيك المشوي أضفته فوق الصوص حتى يظل الستيك مبين عندي، وفينا طبعا ننزله مع الصوص.